السلام عليكم وأهلا بكم. معنا النهاردة 15 امتحان على المنهج بالكامل، على منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني. الامتحانات دي من كراسة المعاصر، ده الكتاب الإضافي اللي بيجي مع كتاب الشرح، في مراجعة على المنهج وفي 15 امتحانات. هنبدأ مع بعض حل الامتحانات، هنعرف إزاي نحل كل سؤال وإزاي نتعامل معاه، ونبدأ مع بعض الامتحان رقم 1. صفحة 27، 27 زي ما قلنا من كراسة المعاصر مع الكتاب ايه؟ الشرح، الكتاب الإضافي. السؤال الأول: listen and write T true or F false، يعني استمع واكتب، true لو الجملة صح or false لو الجملة خطأ. في نص استماع أنا بسمعه وبعد كده ببدأ أحل، يفضل قبل ما أسمع النص هيجي المستر يقوله، قبل ما أسمعه أقرأ الأول الأسئلة واشوفها بتتكلم عن ايه، فلما يجي المستر يقول النص احل على طول. طب تعال نبدا مع بعض نقرا الاسئله. نمبر 1: رامز went to a wild life park last week، يعني ذهب رامز الى الحديقه البريه الاسبوع اللي فات. رامز saw lots of different animals، راى رامز الكثير من الحيوانات المختلفه. رامز's favorite bird is the parrot، يعني طائر رامز المفضل الببغاء. رامز didn't see the bats، لم يرى رامز ايه؟ الوطاويت، the bats. هنسمع بقى نص الاستماع ونبدأ نحل، وهنعرف ازاي قد ايه لما اقرأ الاسئلة قبل ما اسمع النص الموضوع بيبقى ابسط. Yesterday رامز went to a wildlife park with his family، يبقى هنا false. ليه يا مستر فولس؟ ما انت لو ركزت هتلاقي في نص الاستماع قال لي يسترداي، امبارح رامز راح للحديقه مع عيلته. اوكي، هي انجويد ات فيري ماتش، زي سو لوتس اوف ديفرنت انيمالز، اي رامز سو لوتس اوف ديفرنت انيمالز. اترو ليه ترو يا مستر؟ عشان هنا رامز راى الكثير من الحيوانات، وهنا برضو بيقول لي ايه؟ زي سو لوتس اوف ديفرنت انيمالز لايك لايونز kangaroos and penguins. He saw his favorite bird the parrot. يبقى هنا دي برضو true. إن هو شاف الطائر المفضل ليه الببغاء. He was sad because he didn't see the bats and he's doing a project on them at school. يبقى دي برضو إيه true. يبقى أنا لما سمعت بعد ما قريت أفضل. هنا في القطع قال لي رامز راح امبارح، وهنا قال لي الاسبوع اللي فات، هنا قال لي هم شافوا حيوانات من ضمنهم رامز، هنا قال لي برضو في النص الاستماع ان رامز شاف الطائر المفضل الباروت، وهنا باروت، وقال لي في نص الاستماع هو ما شافش الباتس، وهنا قال لي هو ما شافش الباتس. يبقى ركز في السؤال الاول. طب السؤال الثاني، السؤال الثاني listen and complete، استمع واكمل، بس المره دي هي اربع جمل كل جمله ناقصه كلمه، فبسمع نص الاستماع وبكمل الكلمات ايه اللي ناقصه. طب نسمع ونكمل، ويفضل برضه اقراها الاول. هنا بيقول لي I am having a real adventure in the، انا كان عندي مغامره حقيقيه فين؟ We set up our، احنا انشانا او وضعنا ايه؟ It's quite difficult، لحد ما صعب، to put a tent up on نقط، تحط خيمه فين؟ يبقى خيمه تبقى صحراء مثلا. We sang نقط، غنينا ايه؟ and eat delicious food، واكلنا طعام لذيذ. نبدا بقى ايه؟ نسمع ونكمل. I am having a real adventure in the desert. يبقى هنا desert. يعني مغامرة فين؟ في الصحراء. We arrived at the weekend and set up our tent. يبقى our tent. On sand. On sand. يبقى it's quite difficult to put a tent on sand. صعب إلى حد ما تحط طبعا الخيمة على ايه؟ الرملة. At night we sat around a fire. It gets really cold here at night. We sang songs. خلاص الموضوع بقى سهل. حليت الأربع جمل فالدنيا بقت كويسة. السؤال الثالث. وصل. Salt with water is، الماء المالح is، بتكون ايه؟ The water in seas and oceans. المية في البحار والمحيطات. Hiking is a long walk in the country side، التمشي يعني. عمر swims well، عمر بيعوم كويس، يبقى he is a good swimmer، هو سباح جيد.
She lost her keys. هي فقدت إيه؟ مفاتيحها. She was very unhappy. هي ليست سعيدة. Most people wear jewelry. يعني معظم الناس بيلبسوا مجوهرات for special occasions، للمناسبات إيه؟ الخاصة. السؤال الرابع، جيب لي قطع عليها مجموعة من الأسئلة. Read the text، يعني اقرأ النص. And answer the questions، وأجب عن الأسئلة. Sammy is a student. سامي طالب. Who lives in Tanta؟ بيعيش فين يا ترى؟ في طنطا. He likes music، بيحب الموسيقى. And computer very much، والكمبيوتر كثيرا جدا. He sends email، بيرسل ايميلات. To his friends abroad، إلى أصدقائه في الخارج. He wants to travel to London، يريد أن يسافر إلى لندن. When he is older، عندما يكون إيه؟ أكبر سنا. Last month، الشهر اللي فات. He wanted to buy a new computer، كان عايز يشتري كمبيوتر جديد. He went to a computer shop، ذهب إلى محل الكمبيوتر. In Cairo، في القاهرة. With his father، مع أبيه. He bought a new one، اشترى واحد جديد. And was very happy، كان سعيد جدا. Because the new computer is a good one، لأن الكمبيوتر الجديد إيه؟ جيد. Good one. أسئلة القطع صفحة 28. The opposite of the word good، عكس كلمة good. good يعني جيد، عكسها bad سيء. Sammy went to the computer shop، سامي راح لمحل الكمبيوتر. With his father، مع أبيه. هنا أسئلة اختياري على القطع وأسئلة أجب على القطع. Answer the following questions، أجب عن الأسئلة الآتية. Where did Sammy buy the new computer؟ يعني من أين سامي اشترى الكمبيوتر الجديد؟ هعوض عن سامي به هو بوت، هو اشترى. طب ليه بوت؟ لما الاقي دي دبي احط بوت. He bought the new computer from a computer shop، من محل كمبيوتر. In Cairo، فين؟ في محافظة القاهرة. Where does Sammy live؟ أين يعيش سامي؟ أقول سامي lives، هنا does و live تبقى lives. In Tanta، بيعيش في مدينة إيه؟ Tanta. Sammy lives in إيه؟ Tanta. السؤال الخامس، reorder، رتب. Do، do هنا بمعنى هل. Do you have a sore throat؟ هل عندك التهاب في الحلق؟ What date do you prefer؟ What 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 did people use to build their homes؟ يعني ماذا استخدم الناس لكي يبنوا ايه؟ بيوتهم. فيروز، الفراعنة. وير بيرت، مدفونين. ان بيوتيفول تومز، في مقابر جميلة. ان بيوتيفول تومز، هنا في تومز البي سايلنت لا تنطق. البنك تويت، which nature trail do you like؟ ده سؤال، يبقى which W capital، وفي النهاية علامة استفهام. Today was the best day ever، ده جملة بدأ بتوداي، التي كابيتال، وفي الآخر فول ستوب. في الآخر إيه؟ فول ستوب. السؤال الأخير بيقول لي write a paragraph، اكتب فقرة of 40 words، من 40 كلمة. Using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية الآتية. جايب لي your new apartment، شقتك الجديدة، ده عنوان الباراجراف. هنا النقاط الإرشادية، do you like living in your new apartment؟ هل بتحب الحياة في شقتك الجديدة؟ How long did you live in your old apartment؟ قد إيه عشت في شقتك القديمة؟ دي نقاط بكتب إجابتها وببدأ أعمل باراجراف عن الشقة الجديدة. أول حاجة هنعملها العنوان في نص السطر، my new apartment.
احاول استخدم العنوان في جملة، اسيب مسافة 4 حروف، مثلا بقول ايه my new apartment، شقتي الجديدة is beautiful، انها جميلة and big، وكبيرة كمان. هجاوب بقى على السؤال هنا، قال لي هل بتحب الحياة فيها؟ اقول له I like living in it، وابدأ اتكلم عن وصفها. There are مثلا يوجد 2 bathrooms، حمامين. There are 3 bedrooms، في 3 أوض نوم. The kitchen، المطبخ، is big، كبير. وهنا بنتكلم على الشقة الجديدة. طب الشقة القديمة، وسألني سؤال قد إيه عشت فيها؟ هقول I lived، أنا عشت in my old apartment for مثلا لمدة 5 years، 5 سنوات، وهكذا. بنكتب العنوان بين علامات تنصيص، سيبنا مسافة الحرف الأول كابيتال، في نهاية الجملة نقطة. طب لما أبدأ الجملة التانية، أبدأ من أول السطر أراعي التنسيق، أراعي علامات الترقيم، أسيب مسافة بسيطة بين الكلمة والتانية عشان الكلام يبقى واضح. وبكده يبقى خدنا الامتحان رقم 1، ونكمل مع بعض الامتحان رقم 2. السؤال الأول، listen and write T true or F false، استمع واكتب، هل الجملة true ولا فولس؟ هل هي صح طبقا لنص الاستماع ولا خطأ؟ زي ما قلنا بنقرا الأول إيه؟ الجمل اللي موجودة. I love my living room، يعني أنا بحب حجرة المعيشة. I share my bedroom with my brother، بشاركها مع أخويا. On the right، على اليمين، there is my bed، في سريري. There are lots of posters، يوجد الكثير من الملصقات. Of plants، للنباتات. On the wall، على الحائط. نسمع ونحل. هنا بيقول لي I love my bedroom، هنا قال لي living room، يبقى دي false على طول. I share it with my sister، هنا قال لي I share my bedroom with my brother، برضه تبقى false، في اختلاف. بعد كده بيقول لي On the right there is my bed with a desk next to it، يبقى On the right there is a bed، true. On the wall there are lots of posters of animals، هنا قال لي there are lots of posters of plants، يبقى في اختلاف. يبقى بقرأ الأول وترجم، بعد كده اسمع نص الاستماع وحل عشان ما تلخبطش. السؤال الثاني جايب لي listen and complete، استمع وأكمل. هنا جايب لي 4 جمل، كل جملة ناقصة كلمة، بسمع وببدأ أحل. فارس was at the نقط، فارس كان فين؟ نقط people didn't come to the club today، كم شخص مجاش النادي النهاردة؟ طارق هيرت هيز نقط، ايه اصابة طارق؟ فين بالظبط؟ وي شود ستي نقط وين وي هاف ا كوف، لازم نقعد فين لما يكون عندنا كحة او سعال. هنسمع نص الاستماع ونبدأ بعد كده نحل. مام اند فارس، ما بين الام وفارس. هاي فارس، ديد يو هاف ا جود داي ات ذا كلاب، يبقى هنا كلاب. نوت ريلي، 5 بيبول، يبقى 5 بيبول. Didn't come to the club today. Oh no, are they okay? No, they have problems. My friend Tarek hurt his ankle. كاحل القدم، اتجرح فيه. At football practice last night and Amr has an earache from swimming. What about your cousin Lama? Your aunt said she had a toothache. No, she wasn't there. I think she went to the dentist. The coach told us to be careful. When we have a cough or a sore throat, we should stay home. يبقى نص الاستماع الكبير، بسمعه واكمل الكلمات اللي ناقصه. فيفضل اقرا الاول الجمل بحيث احدد الكلمه اللي ناقصه. السؤال الثالث، وصل. Natural resources are materials. Natural resources يعني الموارد الطبيعيه. Our materials هي مواد خام، او هي مواد. We can find in nature، بنلاقوها فين؟ في الطبيعه. Bacteria are very small things، يعني كائنات أو أشياء صغيرة جدا. that can make you ill، بتخليك مريض. I could speak French، أنا قدرت أتكلم فرنساوي. when I lived in France، لما عشت في فرنسا. فيوم is
the oldest town in Egypt، أقدم مدينة فين؟ في مصر، أو من أقدم المدن في مصر. In ancient Egypt، في مصر القديمة. Many people made their homes near the Nile، كثير من الناس عملوا بيوتهم بالقرب من نهر النيل. السؤال الرابع، قطع عليها أسئلة. Last summer، يعني الصيف اللي فات، I went، أنا ذهبت، with my family، مع عائلتي، to Alexandria، إلى الإسكندرية. We went there by train، رحنا بالقطر. We stayed at a big hotel، عند فندق كبير، أو أقمنا في فندق كبير. In the morning، في الصباح. We went to the beach، ذهبنا إلى الشاطئ. Where I swam and played with the sand، حيث أنا عمت ولعبت مع إيه؟ بالرمال. In the afternoon، بعد الظهر. We had lunch، اتغدينا. At a nice restaurant، في مطعم جميل. We visited Alexandria Library، زرنا مكتبة الإسكندرية. And Qaidbay Citadel، وقلعة قايتباي. We also went to the cinema، أيضا ذهبنا إلى السينما. And watched an adventure film، واتفرجنا على فيلم مغامرة. We had a good time in Alexandria، قضينا وقت جيد فين؟ في الإسكندرية. أسئلة القطع صفحة 30، صفحة 30. Choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The general idea of the text is about، يعني الفكرة الرئيسية للنص هي إيه؟ A visit to Alexandria، زيارة إلى الإسكندرية. The word citadel بمعنى قلعة، citadel بتساوي هنا fort. What places did the writer visit in Alexandria؟ إيه الأماكن اللي زارها الكاتب في الإسكندرية؟ هقول Alexandria Library. مكتبة الإسكندرية and و قايتباي سيتادل وقلعة إيه؟ قايتباي. Do you think، هل تعتقد the writer was happy in Alexandria، إن الكاتب كان سعيد في الإسكندرية؟ Yes I think so، أعتقد ذلك. السؤال الخامس، رتب. يعني بيقول لي what، يبقى what activities، إيه الأنشطة؟ Do you enjoy، اللي تتمتع بها. Don't miss the beautiful international park. Are you free، هل انت فاضي؟ On the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. I بمعنى أنا. I will telephone my mom، أو I will telephone، أنا هتصل بيور مام. البنك تويت. What does your house look like؟ هنا الـ W capital وعلامة استفهام. I drink a lot of fresh water، هنا الـ I capital وفول ستوب. السؤال اللي بعده، هنا جايب لي اكتب باراجراف من 40 words، من 40 كلمة. Using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية. جيب لي عن هاني العسل، وجيب لي بيز النحل، كي البكتيريا يعني بيقتل البكتيريا. هكتب هنا العنوان في نص السطر، هاني. هسيب مسافة وأبدأ أعمل مقدمة، أقول هاني is delicious، هو لذيذ. It is important، هو مهم. For مثلا killing bacteria، لقتل ايه؟ البكتيريا. It comes، هو بيجي، from bees، من ايه؟ النحل. Some people use it، بعض الناس بيستخدموه. And mix it، وبيخلطوه with milk، بايه؟ وباللبن. To be bitter،
عشان يتحسنوا، عشان ايه؟ يبقوا بيتر. هاني يعني العسل. هيلبس اس بيساعدنا تو هيل في شفاء ووندس الجروح، وهكذا. بكتب العنوان في نص سطر، بسيب مسافه في اول سطر، حرف الاول كابيتال في نهايه الجمله فول ستوب، بعد كده اكمل تاني جمله ببدا من اول السطر. الاراعي علامات ترقيم، الاراعي التنسيق. وكان يبقى خدنا الامتحان الاول والتاني من كراسه المعاصر الكتاب الاضافي، ونتقابل ان شاء الله في باقي الامتحانات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.